طيب بمناسبة أفريقيا ومناسبة الموعد المهم للأهلي غدا في الجزائر يوم 22 أكتوبر 2017، يعني زي النهاردة لكن على ملعب برج العرب، كان الأهلي يفوز على النجم الساحلي في نصف النهائي 6-2 بأقدام علي معلول، ثم سجل أزارو 3 أهداف متتالية في الدقائق، ثم رامي ربيعة ووليد سليمان ليتأهل الأهلي لنهائي البطولة. فالوا عليه الكمال، نتذكر هذا الفوز الكبير للأهلي على النجم الساحلي في 2017. المدينة الساحلية الإسكندرية، يمشي علي معلول خطيرة والهدف الأول. الهدف الأول من أول دقيقة. هذا ما نبهت وهذا ما سبقت به. خطأ فادح في دفاع النجم الساحلي، دفاعه في المرمى بعدت وابتعدت من رامي البدوي، دخلت المرمى عكسية. درجة كرة خطيرة، كرة صعبة وكرة خطيرة والرأسية والهدف الثاني. الهدف الثاني وأول أهداف أزارو. الهدف الثاني للنادي الأهلي. من عميل في القاعدة دفاع كومبيتيسيون، كيفاش تلعب دومي فينال شامبيونز ليغ ترتح شهر ما تلعبش شمم. الانتصار التاريخي في استاد القاهرة، والكورة من معلول، كورة من معلول وممكن. شوف الكورة نفس السيناريو، مش ممكن ولا واحد كان يتصور هذا السيناريو. معلول مرة أخرى وصل الكورة، ملك الحلول معلول، والكورة خطيرة وفرصة والهدف الرابع. فرصة والهدف الرابع عن طريق هاتريك أزارو. معلول أزارو هو اللي بداها، وأزارو في استاد دونور ملعب الشرف في محمد الخامس. هذه الوضعية الحالية والرأسية والهدف الأول. مباراة الآن بالمرتدات، يمشي سليمان، يهرب وليد سليمان، خطيرة جدا من وليد، وليد وكرة الحارس، كرة الحارس ثم خطأ وهدف خامس. ساقين على الأرض فرصتهم باش يزيدوا الخامس أكثر. هذه العبرة من هذا الإخفاق. كرة خطيرة والهدف السادس، والهدف السادس عن طريق رامي ربيع. فلسفة زايدة، فلسفة برشا بن عمر. 6-1 للنادي الأهلي. ده الماتش اللي خلص 6، لكنه الحقيقة مباراة الأهلي وفاق ستيف الأولانية هنا يا باشمهندس مع شوية حظ، شوية مع احتساب الهدف الشرعي اللي اتلغى، النتيجة كانت مرشحة فعلا ان توصل لكتير، لانه ما ضاع من فرص سهلة في هذه المباراة، كانت عملية عجيبة وغريبة فعلا.